تت ما ليس ينسى أما في نوفمبر كنا قد اقترعنا فكانت مظاهرات 11 ديسمبر درساً تعلم منه دوغول معنى الوطنية والتضحية والفداء. وديغول ألقى بياديقه فطاولها ورحنا فانتصرنا. لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي والسعي منها لتحسين مستوى التكفل بمتطلبات المواطن بخصوص الإطار المعيشي والمرافق الجوارية وتعزيز كذلك للتنمية المحلية المستدامة وبهدف تعزيز كذلك الخدمة رفع النفاية المنزلية عبر تكييف دورية التدخل وضمن الجهود كذلك المبذولة لتحسين الخدمة والاستجابة سريعة لحاجيات الساكنة المناطق النائية في التموين خاصة بالمياه الشرط أو رفع القمامات. نشرف اليوم على عملية توزيع المعدات التي تم اقتناؤها على عاتق ميزانية الولاية موجهة لبعض البلديات وهذا في إطار البرنامج التكميلي بالنسبة لكل الولاية. كما قمنا من قبل كذلك بانطلاق على مستوى بلدية بجاية على مؤسسة رفع النفايات البلدية التي قامت كذلك باقتناء معدات أكثر من 18 معدة وذلك لتحسين الظروف المعيشية للمواطن على مستوى الولاية.